نصيحة لمن يريد حفظ القرآن. أهم شيء لكي تحفظ القرآن الكريم أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وأنك تريد حفظه لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الدعاء، دائما تدعو الله تبارك وتعالى جعلك من حفظة كتابه. الأمر الثالث لابد أن تقرأ القرآن أولا قراءة صحيحة على شيخ متقن قبل الحفظ، تقرأه قراءة صحيحة على أساس أنك تحفظ صح. الأمر الرابع الأصل أن تحفظ على يد شيخ، إما أن يكون يعني لوحدك وإما أن تكون مع مجموعة، المهم أن تحفظ على يد شيخ حتى يتابع معك ما كم حفظت كذا. الأمر السادس وهو أن الإنسان يراجع القرآن يتفلت كما قال النبي أشد تفلتا من الإبل في عقالها، فلا بد من المراجعة حتى يثبت القرآن في صدرك، فلا بد أن تراجعه سواء في قيام الليل وأنت في